مرحبا، صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. معلش احنا اليومين هدول اختفينا عنكم لعدة أسباب. السبب الأول كان إنه كان صوتي مبحوح، يمكن في آخر لقاء عملناه مع صديقنا المستشار محمد محروس سمعتوا صوتي، فكان الوضع شوي صعب. الحمد لله الآن استردينا الصوت والعافية، ودعواتكم إن شاء الله ودعوات الوالدين والأصدقاء والأحبة. السبب الثاني إنه صار معي موقف وحبيت أشارككم اليوم فيه. الواحد بيتعلم من أخطائه، وإن شاء الله تقدروا تتعلموا من هذا الخطأ وما توقعوا فيه، لأنه صراحة كان الموقف كتير كتير مأساوي. اللي صار يا جماعة باختصار، إجاني واتساب من أحد الأصدقاء اللي أول مرة يمكن بيجيني واتساب منه من زمان وفيديو. عادة أنا كتير كوشس بالشغلات هاي، يعني حذر كتير في موضوع الفيديوهات واللينكات، وعادة يعني ما بفتح أي إشي يعني نهائيا، حتى أحكي لك من أفراد عائلتي، يعني إذا ما طلعت وشفت الفيديو صورة لشخص فعلا ومبين إنه هذا، ما أنا ما بعملها داونلود، يعني عادة عامل إنه ما تعمل داونلود إلا إذا أنا طلبت. وبحكي لأصدقائي إنه أرجوكم ما تبعتوا لي لو بدي أدور على شغلة، أو أنا سائلكم عن شغلة يس، أما تبعت لي نكت وشغلات زي هيك أنا ما بفتحها، يعني ما بفتحها نهائيا، لأنه صارت معاي هاي المشكلة زمان بس كانت بشكل بسيط يعني والحلت، عمل كراش للتلفون وانتهى الموضوع. المرة هاي اللي صار انه انا فتحت بعثت له، قال لي لا الفيديو حلو انا بدي اياك تحضره، ففتحت الفيديو يعني، وللأسف طبعا حضرت الفيديو، نكتة هو نكت وما نكت واشياء زي هيك، حتى باللغة زي كاميرا خفية باللغة اللاتينية شو اسمه الاسبانية. المهم قلت له شكرا وانا بتشكرك كثير، بس رجاء انك ما تبعت لي، انا ما بحضر الشغلات هاي، يعني انا لو بدي احضرها انا بدور عليها على اليوتيوب وبلاقيها يعني، او بدور عليها على السوشيال ميديا وايزي تو فايند ات يعني، فمش انترستد اضيع وقتي وشغلات زي هيك. لما انا حضرت الفيديو، الفيديو هذا عمل زي لينك بطريقه غريبه وفتح لي صفحه كروم على الموبايل، الصفحة ظلت بيضة، قلت اشي غريب يعني انا وما انتبهت شو كملت. بعدين نزلت لي شو اسمه لعبة، لعبت اللعبة هيك، طلعت اللعبة مش مسلية جدا ولا هذا، فرحت شلتها، واللعبة وجدتها موجودة على الجوجل بلاي ستور، عندما عملت لها ريبورت ما بعرف هي اللعبة الغلط ولا لا. تاني يوم الصبح بصحى بتصل في البنك بقول لي حسابك تهكر وانسحبت كل المصاري من الحساب. هلا عندنا في كندا هون الحمد لله في عندنا انشورنس، بس طبعا الموضوع وقت وجهد. قلت لهم معقول؟ قالت لي بالليل في واحد نازل يحول حسابات من حسابك لحسابات ثانية. قلت لها طبعا مش انا. قالت لي اكيد يعني احنا ملاحظين انه حتى الاي بي ادرس مختلف من مكان لمكان، فهم عندهم يعني تيم بهاي الموضوع. وبلغوا الشرطه، بلغنا الشرطه الالكترونيه والشرطه العاديه، عملنا ريبورت. بعد ربع ساعه بتصل في بنك الثاني بقول لي نفس الاشي. فالموضوع خطر صار. انا توقعت بس البنك داخل على هذا البنك بطريقه او باخرى، طلع ماسك البنك الثاني. تفكر شو اللي صار يا عمي. بعد ساعة يمكن اجاني ايميل من جوجل، عندي حوالي انا 5 ايميلات من جوجل، اجاني ايميل واللي في عندك لوجن من براوزر اول مرة انت بتدخل، هل هذا انت ولا لا؟ طبعا انا مش عامل لوجن، استغربت، فروحت على الاكاونت دخلت، لقيت في لوجن من اي بي ادرس مش عارف وين، في مش انا يعني. على السريع رحت عملت تغيير للباسورد شويه، اللي هو الاكونت الثاني، نفس الايميل، الاكونت الثالث، بعدين الياهو، بعدين مش عارف وين، بعد يمكن الساعه 11 الظهر شوف لوين
اجاني انه انا عندي زي بوينت كاردز، بجمع بوينتس من سوبر ماركت هون، واللي انت اور كونجراتوليشن يو ريديمد $90، استخدمت $90 من البوينتس تبعونك. اتصلت في شركه الهاي بتقول لي هذا واحد عامل سكان للكارد. فكل راسي راح على السريع توجه انه واحد، لانه الكاردز هاي عندي مش موجوده اونلاين، موجوده بس على التلفون، عاملها زي كوبي عشان لما اروح على المحل بدل ما احمل الكارد فيزيكالي بعمل سكان من الفون. فعلى السريع تذكرت الموقف هذاك، نزلت انتي فايروس، طلع عندي تورجم على التلفون، واعطاني التاريخ اللي دخل فيه تورجم اللي هو تقريبا نفس الوقت اللي كان فيه هذا الفيديو. فعلى السريع لينك الموضوع. الان بدات المعاناه. طبعا بديت ادخل على كل المواقع واعمل تغيير للباسوردات، اوكي. في عندي حوالي 450 موقع انا مشترك فيهم بشكل عام، بنوك، حسابات، سوشيال ميديا، ايميلات، شوبينج، وانا بشتري كتير شغلات اونلاين، الايرلاينز للسفر، حجوزات، كلها وكلها لينك مع بعض، وايميلات وكريدت كاردز محطوطة. فجلست يومين يا جماعة، يومين بس شغال اغير باسوردات. طبعا كويس انا حاطط المواقع اللي انا مشترك فيها على ليست على الاكسل شيت، وحاطط اليوزر نيم في هذا الاكسل، وحاطط الباسورد في اكسل ثاني حاطه على مكان ثاني. طبعا لما جيت اغير الباسورد وقعد افكر بباسورد جديد تحفظه، وهاي المشكلة الان تحكي عنها، انه احنا عندنا للاسف باسوردات، يعني عندنا مواقع كثيرة، وكل موقع له، معظم المواقع تقريبا بدها كابيتال سمول نمبرز، في مواقع بدها سبيشال كاركترز، في مواقع ما بتقبل لك سبيشال كاركتر. فبتفكر انت كيف بدي احفظ هاي الباسوردات، كيف بدي احفظها. فبالفيديو هذا بدي احكي عن شغلتين مهمات يا جماعة، طبعا من اكسبيرينس الان. وهذا اول شغلة، حاول تعمل التو فاكتور اوثنتيكيشن. تو فاكتور اوثنتيكيشن موجوده في كتير مواقع، منها السوشيال ميديا، الفيسبوك، التويتر، الجوجل، كل الجوجل عندهم تو فاكتور اوثنتيكيشن. شو بيسوي التو فاكتور اوثنتيكيشن؟ بتعمل انت بتدخل على الباسورد اليوزر نيم، بقول لك طبعا انت بتكون منزل على تلفونك اب اسمه جوجل اوثنتيكيتر، هذا واحد من الابس، في اكثر من اب للاوثنتيكيشن. بعمل لك جوجل اوثنتيكيترز، بعطيك رقم، هذا الرقم بتغير كل 30 ثانيه، لازم تدخله خلال 30 ثانيه عشان تبين انه انت الشخص اللي عم تدخل على هذا الاكونت. فلازم يكون معك تلفونك، هاي شويه صعبه، اوكي. في طريقه انك تعمل اوثنتيكيشن عن طريق يو اس بي، ممكن تشتريها من امازون، من اونلاين، في اماكن كثيره يو بي كي بسموها، تقدر تشتريها. الاوثنتيكيترز هذا في له مشكله هلا بدي احكي عنها، بس طريقته انه هو بعرف الجهاز انه انت فعلا الشخص هذا، مش اي واحد بس معاه الباسورد واليوزر نيم. فيعني لو واحد قدر يدخل على الباسورد واليوزر نيم تبعته، لسه بده الاوثنتيكيتر نمبرز اللي بيطلع كل 30 ثانيه. اذا بتتذكروا بعض البنوك كانوا يعطوك زي يو اس بي عليها سكرين وارقام تتغير، هاي هي الاوثنتيكيترز، هلا موجوده على اب. طيب مشكله هذا الاب انه صح هو جوجل اوثنتيكيترز، بس ما له باك اب على الاونلاين، فلازم انت تعمل باك اب. ليش؟ لانه اذا انت عملت ريستور لتلفونك، او عملت فورمات، او ضاع التلفون، او عملت بالغلط، واحد عمل انستول لهذا الاوثنتيكيتر، كل المعلومات اللي عليه او الاكونتات اللي عليه راحت. لهيك انت ما بتقدر تدخل ولا واحد من الاكونتات، بدك تعمل ريكفري وقصه طويله. فعشان هيك لما انت تعمل اوثنتيكيشن بعطيك كيو ار كودز، اللي هو الكودز هذا اللي الارقام وهيك، هذا الكود اعمل له برنت واحفظه فيزيكالي، احفظه هيك ورقه عندك في البيت في ملف. ليش؟ لانه لما تيجي تعمل رينستول لهذا الاوثنتيكيتر، بس بتعمل سكان لهذا الكود، هذا الكود تبع الاكونت تبعك، هو عباره عن يعني يونيك كود بس لك،
على السريع بعطيك الاوثنتيكيشن، تقدر تدخل بكل سهوله. اذا ما عندك باك اب لهذه الكودات بتدخلك بميمعه انك بدك تروح تتواصل مع الشركه والشركه تعمل لك اوثنتيكيشن انك انت الشخص اللي عم تطلب الاوثنتيكيشن، قصه طويله جدا. فنصيحتي انكم تعملوا باك اب، يعني هذه مهمه. انا ما بدي واحد يوقع بهاي المشكله وما يعمل الباك اب. باك اب مهم جدا. الشغله الثانيه اللي بدي احكي عنها وهي مهمه، اللي هي ما تستخدم نفس الباسورد لكل المواقع. ليش؟ يعني انا كنت صراحة استخدم هذه القصة، احط الباسورد ABCDF1234 whatever it is لكل المواقع تقريبا، وهذا هذه كانت مشكلة طبعا، لانه اذا واحد اكتشف، معظمنا بيستخدم نفس الايميل از يوزر نيم، ولما انت بتحط الباسورد اكتشف في موقع بدخل بصير يجرب هو في كل هالمواقع بلاقي بكل سهولة نفس الباسورد. فعشان هيك في طريقتين يا جماعة أنا لاحظتهم من الـ يعني من الريسيرش اللي عملته، طريقتين عشان الباسورد. الأولى إنك تستخدم شغلة اسمها باسورد مانجر، هدول زي مثلا كي باس، باسورد وان، لاست باس، هذا رائع جدا لاست باس. مشكلتهم هدول يو هاف تو باي، أعتقد أراوند $20 بالسنة. بس شو الحلو فيه إنه هذا بيعمل لك انت بتعمل واحد very complex I think one password complex password، تكون جملة كبيرة 32 characters عشان تدخل على last pass، وهو automatically بصير يعمل لك fill in لباسوردات انت ما بتعرفها، يعني هي اصلا very complicated لهاي المواقع. فالباسوردات هاي مش سهل انك تدخلها، سهل ان واحد يخترقها وكلها مختلفة. اذا ما بدك هاي الطريقة وما بدك تدفع، في طريقة انك تدخل على مواقع بتسوي لك كومبلكس باسورد، هي creating complex password، تأخذ هذا الباسورد بتحفظه اللي هو مثلا U capital N small 5 C F small whatever K L W شغلة يعني ما لها معنى، at sign dollar sign اوكي. فبعطيك 8 كاركترز وبضل عندك انت 4 ل 5 كاركترز بدك تحطهم في البدايه. شو بتسوي؟ تيجي بتدخل على مثلا بدي ادخل على الفيسبوك، انا بدي اعمل باسورد للفيسبوك جديد. شو الفيسبوك هذا بعطيني لينك؟ او اول شغله بفكر في الفيسبوك بفكر في فريندز مثلا، او بفكر في كلمة سوشيال، أو بفكر في كلمة بوست، أو بفكر في كلمة بلو مثلا لأنه فيسبوك بلو. فبحط هاي الكلمة، هاي الكلمة صعب إنه واحد يعرفها لأنك هاي بس من تفكيرك، يعني مثلا بلو بعدين بيست الباسورد هذا. دخلت على مثلا التويتر مثلا بيرد والباسورد هذا. دخلت على الجيميل، على الجيميل مثلا الجيميل هذا تبعي بيزنس زائد الباسورد هذا. دخلت على نحكي شوبينج اوكي، موقع علي بابا مثلا، علي اكسبرس، داخل انا علي اكسبرس، علي اكسبرس شو بعمل مثلا؟ بتذكر مثلا اول شغله شريت على علي اكسبرس مثلا لوك وهذا. مثلا على الاي باي بذكرني بايش مثلا؟ بذكرني اوكشن الباسورد هذا. فانت شو بتفكر؟ هذه تفكيرك انت، صعب واحد يعرفها، يعني تخمينها صعب. هلا اذا عرف النص الباسورد هذاك مش حيعرف النص الثاني. هاي طريقه مهمه حبيت اشارككم فيها واحكي لكم انتم تنتبهوا من الشغلات اللي مش بس تجيكم وذا وان يو شير، لانه الله سهل عليه وجزاه الخير. انا عارف هو مش قاصد وهو مش هاكر الشخص اللي بعت لي اياه، لانه هو طبيب وبعرفه شخصيا، لكن اذا بسمع هذا الفيديو واي واحد بسمع هذا الفيديو، بليز دونت شير اي شغله على السوشيال ميديا يا عمي. والله اخر اشي انت مش عارفين الا السوشيال ميديا كلها مراقبه، دونت نو انه كل اشي انت بتعمله شير مراقب. فانتبهوا من هاي الشغلات وخلي السوشيال ميديا تبعتك نظيفة واضحة، كلير باث للشغلات اللي بتسويها. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله دائما أنتوا سيف. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك
كومنت وشير.